في إطار فعاليات الشهر العالمي لمرض الجوشي، نسقت شركة سانوفي من خلال ذراعها الخيري فاونديشن إس بالشراكة مع منظمة هوب منتدى بمناسبة مرور 25 عاماً على إطلاق مبادرة جوشي. ويعد هذا من ضمن برنامج سانوفي للخدمة المجتمعية الإنسانية لدعم الأمراض النادرة. فمنذ إطلاق هذه المبادرة في عام 1999، التزمت سانوفي بتوفير العلاج لمرضى الجوشي دون النظر لقدرتهم على تحمل تكاليفه. فخلال 25 عاماً الماضية، لم تقتصر هذه المبادرة على تقديم العلاج لمرضى الأمراض النادرة في مصر فقط، بل ساهمت أيضاً بشكل كبير في تعزيز الفهم وإدارة مرض جوشي في جميع أنحاء البلاد. إحنا النهاردة بنحتفل باليوبيل الفضي لمبادرة جوشي مع مشروع الأمن الدولي. المبادرة دي ابتدت من حوالي 25 سنة في مصر، وكان هدفها تقديم دواء مجاني للمرضى في مصر وبناء كابابيليتيز أو كوادر لعلاج المرض ده. المبادرة دي مش بس دواء مجاني، بس هي كانت برضو التشخيص، علاج، متابعة، وتقديم منظومة صحية متكاملة حوالين الديناميك ده. أحد الأمراض النادرة اللي هي الحمد لله بقى لها علاج، والعيان إذا ما خدش العلاج بتاعه بيدخل مننا في مضاعفات، واللي لازم يعني نبقى عارفينه ان لازم الدكاتره كلهم يبقى عندهم فكره عن هذا المرض. مرض جلد بيجي بانيميا، بسيوله في الدم، نقص صفائح، تضخم في الطحال، تضخم في الكبد، وبعض الاعراض العصبيه، لان كل تخصصات الاطفال وكل تخصصات البطنه لازم يبقى عندهم فكره عن المرض، لان التشخيص البدري يساوي علاج مبكر، يبقى بعالج العيان وهو ما عندوش مضاعفات. في وجود العلاج اللي أوجدته الحقيقة شركة سانوفي اللي طلعته من 25 سنة، قدروا هؤلاء والأطفال يوم يعيشوا حياة طبيعية فعلا، بيروح مدارس، بيروح الكليات، بيتجوزوا، بيخلفوا وهكذا. فلولا هذا الدواء كانش الأطفال دول قدروا يكبروا بكبار. في نفس الوقت الدولة برضو حريصة بأنها بتوفروا لهؤلاء الأطفال، إنما في مشروع إنساني تابع شركة سانوفي واللي بتشرف عليه بروجكت هوب، اللي هو مفروض ان هو جاي لنا من امريكا علشان يوفر هذا الدواء لهؤلاء المرضى بدون اي دفع اي ماديات. كان لنا شرف تعاون ان شركة سانوفي كانت جينزايم او دلوقتي سانوفي انها تدينا الدواء ده مجاني لعلاج الاولاد. هم بيحتاجوا العلاج ده كل اسبوعين مدى الحياة، فالشركة بتدينا الدواء بشكل مجاني 100%. احنا بننظم وصول الدواء لمصر عن طريق التنسيق مع الحكومة، مع وزارة الصحة ومع الجامعات، عشان الدواء ده يوصل لكل طفل او كل مريض جوشي. We are celebrating three legacies. احنا بنتكلم عن رحله بقالها 25 سنة بين سانوفي وبين مؤسسة هوب. من 25 سنة جه اتنين خبراء، الخبرة دول جم هنا القاهرة وعملوا على دراسة الحالات الخاصة بمرضى جوشي. ما كانش حد يعرف حاجة عن المرض ده، والأطباء كانوا حيرين جداً هو إيه، ولكن اتعملت قاعدة بيانات والخبرة دول ابتدوا يشتغلوا فيها، وابتدى يتقدم من 25 سنة تعاون. التعاون ده يهدف إلى تخفيف المعاناة عن مرضى جوشي.